وحيث أنه لا يلوح في الأفق القريب أي تحرك جدي لتهدئة هذه الأزمات فضلاً عن حلها، فإننا نود أن نبين أن هناك مخاطر جدية وحقيقية ومتعددة الآثار والجوانب على مستقبل العملية السياسية في العراق والأوضاع السياسية فيه، بل حتى الأمنية والاجتماعية والنفسية. لذلك لا بد من التنبه السياسي إلى هذه المخاطر والتداعيات التي تحصل من وراء البقاء في هذه الدوامة من التعقيد والتصعيد والدخول في أزمة جديدة بدلاً من أن نحل الأزمة السابقة.